أدعو حضراتكم الآن للاستماع إلى كلمة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية السيد تيدروس أدهانوم، والذي قرر أن يوجه لهذه الجلسة وهذا الملتقى العربي الإفريقي الأول هذه الكلمة المهمة حول رؤيته لطبيعة وأولوية التعاون ما بين البحث العلمي وقطاع الخدمات الصحية. أصحاب السعادة، المندوبون المقرون، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأشكركم على هذه الدعوة الكريمة لأتحدث إليكم اليوم، وأنا أعتذر بشدة عن عدم تمكني من المجيء إلى أسوان. أحد التحديات الأساسية التي تواجهها الكثير من البلدان العربية والأفريقية هي عدم الحصول على الرعاية الصحية ميسورة التكلفة، وكذلك الأدوية ميسورة التكلفة. وأحد أفضل السبل لتوفير هذه الاحتياجات هي الاستثمار في التصنيع المحلي، فهناك الأدوية المحلية الصنع يمكن أن تسهل وصول الأشخاص للأدوية، ولكن هذا ليس سهلا، فهو يتطلب الكثير من التخطيط والصدق والتركيز على الجودة أو النوعية. إذا كانت الأدوية ذات جودة رديئة فقد تؤذي الأمراض تؤذي المرضى وتهدر الأموال وتهز الثقة في الصحة العامة. هناك ثلاثة مكونات للنجاح. المكون الأول هي الاستراتيجية الشاملة الحكومية والخطة الحكومية الشاملة. ثانيا النظم التنظيمية والتشريعية التي تحرص على الجودة. وثالثا بيئة الأعمال التمكينية التي تبني قدرة العاملين في هذا المجال وتمكن من نقل التكنولوجيا. من خلال التضافر هذه الجهود يمكننا خلق عالم حيث يمكن للجميع الحصول على المنتجات الطبية ذات الجودة العالية التي يحتاجها. شكرا لكم جزيلا. جزيلا للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم على هذه المشاركة القيمة.